في هذا الركن من بيتها الصغير تحتفظ الفنانة السورية كوثر ريس بذاكرتها المعلقة ببلادها سوريا. غادرتها منذ سنوات لتقيم في العاصمة الأردنية عمان. مجموعة من اللوحات تنبض بالحياة اعتبرتها كوثر وسيلة للتنفيس عن الشعور بالحزن والصدمة التي تنتابها منذ ما قبل 4 سنوات. وعلى الرغم من المآسي التي مرت بها وتعرضت لها بسبب الحرب، تختار كوثر أن ترسم لوحات مناظر طبيعية نابضة بالحياة. أعمال فنية تستخدم كوثر في رسمها قطعا من الأثاث القديم المستعمل. وعلى الرغم من كل الصعوبات، تحلم كوثر ويس بأن تعرض أعمالها ذات يوم في أحد المعارض الدولية.